صباح الخير ريم. نعم، هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة أصدرت وثيقة لضمان صحي مدى الحياة يشمل يعني كافة مجالات الصحة لكل من يتبرع بكليته، علما أن العراقيين لم يعرفوا حقوقهم الصحية ولم يعرفوا الضمان الصحي منذ زمن طويل، لأن قانون الضمان الصحي أصدر عام 2020 وتم المصادقة عليه عام 2021، و لكن القانون لم يتم تطبيقه ولم ينفذ بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد في تلك الفترات الزمنية. لكن في 2023 أصدرت وزارة الصحة استثمارة ضمان صحي تتحمل الدولة لكل من يسجل على هذه الاستمارة تكاليف علاج بنسبة 75%، لكن لأصحاب يعني للأشخاص المتبرعين بكلياتهم هناك استثناء أن يكون الضمان مدى الحياة وفي كافة المجالات الصحية لخطورة هذا الإجراء الطبي الذي يقومون به على حياتهم. نعم. أيضا رحلة السندباد ولكنها تعليمية، إيش القصة؟ نعم، تدريسي في وزارة التعليم علي الزبيدي أطلق هذه الرحلة ليستهدف بها 18 محافظة عراقية، يمكن من خلالها الطلبة من جيل ألفا بين عمر 8 سنوات إلى عمر 18 عام من التمكين بالعلوم المختلفة في نظام STEM Education. ونظام STEM Education هو نظام عالمي يركز على مجالات العلوم المختلفة من يعني مجالات مختلفة من العلوم، وهذه المجالات تركز على التفكير الإبداعي للطلبة وحل المشاكل العلمية بشكل فريق وبطريقة يعني بتشكيل فريق وبطريقة علمية. استهدف الزبيدي المحافظات والمدارس الحكومية في المحافظات والقرى والأقضية والنواحي والطلاب من يعني ذوي الدخل المحدود أو الأيتام، وذلك لتمكينهم من العلوم المختلفة. كما أن هذا المشروع يعني بعيد الأمد لأنه يركز على يعني تمكين الطلبة لمهارات أخرى غير يعني حصولهم على الشهادة التعليمية، مهارات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واللغة الإنجليزية. حاليا قام الزبيدي بزيارة 10 محافظات فقط، والثمان محافظات الأخرى سيقوم بزيارتها في الصيف المقبل. نعم، شكرا لك زينب المشاط على هذه القصص الجميلة.